بما اني كنت اشيد بالجهاز الفني لإنبي اللي شايف له جزء كبير من الفوز النهارده باسلوب تكتيكي كبير جدا في كل تفصيله في المباراه، الضغط الهجومي من الدقيقه الاولى، وبعد كده التراجع الدفاعي نسبيا وليس بشكل كامل، بعد كده الضغط مره اخرى على الزمالك عشان يضيف الهدف الثاني، التكتيك اللي عمله الكابتن حلمي طولان في الكره الثابته بتاعت ايبوكا، الكره بتاعت علي فوزي الهدف الاول ده تكتيك برده انه طير الباكات النهارده عشان بيلعب بثلاث مدافعين. النهارده الجهاز الفني لنادي انبي بقياده حلمي طولان عملوا مباراه كبيره جدا تستحق الاشاده، وبالتاكيد كان عندهم رجاله في ارض الملعب قدروا يترجموا الكلام دوت بشكل رائع جدا. معايا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي. كابتن عبد الناصر، مليون مبروك الفوز المستحق النهارده على نادي الزمالك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن كريم، وحشنا كتير. وحشني جدا. وحقيقي بنشكرك على المقدمه الجميله دي. اشكرك كابتن عبد الناصر، بصراحه النهارده انبي عمل ملحمه وعمل مباراه يستحق فيها الفوز، يعني ما حدش يعني ما فيش اتنين يقول لك ايه اصل انبي كان معاه الحظ اصل الزمالك ما ضيع فرص. لا لا لا، انبي النهارده عمل مباراه كبيره. ما بيضيعش تعب حد، واحنا يمكن في الكوره وبيبقى فيها حاجات كتير، يعني ممكن تجتهد وتلاقي نفسك طالع خسران. صح. ممكن تجتهد وتلاقي نفسك مغلوب بكره ما، انما النهارده الحمد لله لعيبتنا كان على مستوى المسؤوليه وعلى قدر كبير جدا من التركيز. صح. والحقيقه يمكن على مدار من نهايه مباراه البنك الاهلي ولاعيبتنا مركزه جدا، والكابتن حلمي وجهازه الحقيقه قعدوا يحفظوا اللعيبه. يمكن احنا كمسؤولين وكاداريين كنا موجودين حفظنا نادي الزمالك اكتر من لاعيبتنا كمان، يعني يمكن احنا كل اللي موجودين على الدكه وتفاعلاتهم عارفين قوي طريقه لعبنا، وعارفين احنا مفاتيح لعب نادي انبي هيمسك نادي الزمالك ازاي في الثلث الوسطاني وفي الثلث الدفاعي، وهنهاجم ازاي، والاجنحه بترجع على لاعبي الارتكاز ازاي بعد كده. فحقيقي يعني كان فيها جهد، ويمكن الجون الثاني اللي جه من جمله ومن كره ثابته يعني اكتر من 20 مره بتتكرر في الملعب علشان نقدر نهدف منها، وفعلا ربنا كرم جون وحط رجله بشكل. طيب الهدف بتاع جون ايبوكا نتيجه لعبه متمرنين جدا عليها طبعا يعني. واضح بعد الهدف اشتكى جون ايبوكا من اصابه عضليه، هل الاصابه دي كانت موجوده قبل الهدف؟ هو كان ممكن يكمل بس الجهاز فضل يريحه، بس واضح يعني. واضح ان الاصابه كان من قبل الشوطه كمان، يعني واضح ان هو كان بيشتكي من الشد من قبل التصوير. لا لا، هو بذل مجهود كبير وضغط وبيتحرك وبنلعب سترايكرز واحد قاعد يجري كتير. اصل هو بصراحه كابتن عبد الناصر يعني ما شاء الله ربنا يحفظه، يعني ما شاء الله بسم الله انه الشوطه قويه جدا. الشوطه قويه جدا، وبعد ما شاط الكرة قلت طب هو شاطها كده وعنده شد يعني ما شاء الله عليه. لا هو كده لما جاله الشد كده كده الكابتن كان هيخرجه يعني. انما هو يعني ما فضلش الكابتن يسيبه، وكان ممكن يكمل على فكره. عندك ما فضلش يسيبه عشان ما يتفاقمش بس الاصابه يعني. كابتن عبد الناصر، عندك انت مهمه شقه جدا جدا الفتره اللي جايه، وهي الحفاظ على ايبوكا، عشان ايبوكا ما شاء الله متالق جدا وعامل موسم رائع جدا ومن اهم المحترفين اللي موجودين في الدوري الممتاز. ده بيبقى قرار، ده قرار مجلس اداره وليس قرار مدير كوره او قرار جهاز فني. دايما بيحكم الانتقال يا كابتن كريم طبعا ثلاث حاجات تلاقيها دايما: العرض المالي، رغبه اللاعب، الاحتياج الفني. لما الثلاث حلقات دول بيكتملوا قدام مجلس الاداره، مجلس الاداره بيجي يقدر ياخد القرار السليم. ولكن احنا لحد دلوقتي ما فيش حاجه نوقشت على مستوى مجالس الادارات بشان حد من عندنا، وان كان عشان ما فيش فتره انتقال وعشان نوفر مزيد من الاستقرار. اعتقد هيبقى لاحقا، ويمكن بعد المباريات بالذات هيجي عروض كثيره جدا لجون، وجون باقي له قعده لسه مستمر موسم ونص الموسم، وان شاء الله يعني يكمل معانا، او ان مجلس الاداره ياخد القرار السليم في هذا الشان. كابتن الكبير كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي، مليون مبروك الفوز النهارده على نادي الزمالك، فوز زي ما قلت وبكرر هو فوز مستحق لنادي انبي. زي ما بنشيد دايما بالزمالك وزي ما بنشيد دايما بالاهلي، احيانا كثير من الانديه تلوم على الواحد انه انت ليه ما بتشيدش بينا اكتر ما بتنتقد الفريق الكبير. لا، هو بصراحه النهارده انبي يستحق الاشاده
اكتر ما حتى ما ننشغل في انتقاد ما قدمه نادي الزمالك. انبي يستحق الاشاده على مستوى كبير عمله. بصراحه الشكل بيبقى احلى وحلو لما كل فرق الدوري تخش مباريات الاهلي والزمالك ديت وهي بتهاجم وهي بتسجل وهي بتبقى ند، ما تبقاش مجرد فريق بيحاول ياخد نقطه من المباراه. واضح جدا النهارده ان الكابتن حلمي طولان كان داخل يكسب مش داخل للتعادل، وخد اللي هو عايزه.